بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء بعد، حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. أول ليس قبله شيء، وآخر ليس بعده شيء، وظاهر ليس فوقه شيء، وباطن ليس دونه شيء، وهو على كل شيء قدير. حيث أما التنسية الدباه لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونواصل لنا دبا شرحنا ثلاثية الأصول بإذن الله عز وجل. لبل مؤلف: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. بإذن الله عز وجل يوم حيسام ما تنسية أبو وحو إن شاء الله من أربعة طعام عنا حلقتك أنه واصلتو. موضوعنا عبادة، موضوعنا طاعة، طاعتنا ربي طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، موضوعنا ولاء وبراء. عند حلفنا دي ما عمل كاهن درس جديد نسأل لنا إن شاء الله. علمت هاقينا دي بميت العلم ولا رشد هين بيلو استقامت دي با طريق تقبي عديل تك انت بالكار القبيس ان ابعدك يعني مستقيم وطريق صحيح وطريق ناي حق بولا قياسته معناها اللي فلان انسان راشد تعقل لك انسان معناها طريق ناي استقامات وطريق حق طابط انسانته ولا طاعت ما هي يعني كما لي قوينا تهاجينا ديبا وهي كل شيء يعني اي حاجة لمرادنا رب العالمين من فعل لقبا ومن أديم لقبا من وداي لقبا من محظورات نوعل ومن أكيد نوعل ودور اللي بيه الناس حتى لا مودي إلا كلها طاعات وطاعات يعني بتحتى ولا حنفيات يعني إذا ملتناي يعني للشرك ليش فتيتها يعني ميلان لناس التجفر لناس التمنى أكيد لقبيل السنة لناس أتى وإخلاصنا يا رب العالمين عز وجل ديبو لتأييد وديبو لتوجيه وديبو لتوالي قبيتها. هذا نبي الله إبراهيم خليل الله تكم سلو إحنا كلنا نأمر ورب العالمين بيليت القرآن واتخذ الله إبراهيم خليلا. عبادة كفر عبد ربي ومفهومنا هي عبادة ميت بيننا من قبي عبادة علماء بيلو ديبا شيخ الإسلام ابن تيمية بيلو ديبا العبادة اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة كالخوف والخشية والتوكل والصلاة والزكاة والصيام وغير ذلك من شرائع الإسلام. العبادة بمفهوم لنا يا لا 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 خاص حدينا من قبي كم زال شيخنا يعني لا شرح يا قلنا كل شيء رب له فتي ورب له رديو من هجالك با من عمل لك با ظاهر لك با يعني القوي ان واضح تغط وباطن لك با بقف كجولا لواديها لك كمسل ومننا كمان امثله ذكرها قلنا كمسل فرهات كمسل خاشيه كمسل توكل وكمان لعبادات لعمليه لو ودبه وتعمل كان لو وديها واي وقت لو وديها كمسل صلات كمسل صيام وبحد لشرائع كلها منها والإخلاص يعني ميت بيننا من قبل كمان لأنه لا مخلصا له الدين بيلي يكون فالإخلاص هتو لا يعني لنظافة لتنقية قل لا مرادنا رب العالمين ولا قصدنا يو عبادتنا وجه رب العالمين قل لك بابو انت لسا نعطى وتوديها مخلص ان انتو كتوديها رب قل تردي تلا توديها وقايتنا رب العالمين وكرامته قلت بتحكى وبركاته قلت بتحكى وخيره قلت بتحكى عبادة سنية قلت عبادنا يا رب العالمين عند بيلكاتو لتوديه وأنبل قلوق الأوري تستاهل كما لبينا لا أقل ملك تستاهل ولا أقل نبي تستاهل ولا أقل أوري تستاهل وكم سلو كمان بيلا وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ورب العالمين لرئينا وبين قلنا وودح قلنا أنه حين لخلقتنا وقل ما خلقنا قل لعبادة ربك نعبد ونبك نشكر قلات لخلقنا ثم رب العالمين لبل ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين لدليل تو دليل كالأي كمان رب العالمين لبل لأنه تأخلاص تملتنا إبراهيم ننتهاك عنا ومن يرقب عن ملة إبراهيم إلا من سفيها نفسه
ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب ويعقوب يا بني أن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون إلا دلت إلا كل وعد حتى قرآن يا رب العالمين من سيدنا إبراهيم من يعني الشرك لا يعادي من لتا واتبعوا وعبادة لله رب العالمين يعني مخلصين له الدين قلت باء الأخلاص قل رب العالمين ولدين كله رب العالمين يعني وكمان إلا قل كل الأمات وقل كل المخلوق وقل كل بني آدم قلوا لا تخاطب آياته وقل كل من خلقته حقوال أبان وسوته ولا قبل كمان وسوته عشان كده رب العالمين لبلنا ووضحنا قل جميع البشر الذين الله ونبي الله يعني وسب الله سبحانه وتعالى قال النبي الله إبراهيم وسيو ويعقوب عليهم السلام الله سبحانه وتعالى لبل قال لكم سر كل الأدام قلوت لا تخاطب وكل الأدام قلوت لا تناشد إلا آيات الله لبل الله عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون رب العالمين بين قلنا دي بالكتاب لا خلق كلهم لا رب الله خلق يوم يعني يقول ما خلق يوم إنما يقول عبادة خلق يوم ها وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الله إلا ما تقول قال حتى كان خالقها محنا لا روحت كل رب العالمين قال نعبد خالقها محنا فبالتالي إحنا إن شاء الله نتمسك به ونعبده ونتبعه واجبناته هقول بالكمان يعني وذلك أمر جميع الناس وخلقهم لها كما قال تعالى لا يتلأ لذكر كوتو ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون هقول دي بتوحيد التهجة قلنا لا يعني التوحيد من معنى العبادة لتوحيد يعني من الحرفنا من فهمنا دي بعبادة كل توحيدنا يا رب العالمين تو كهو عبادة بالحنا معناها توحيد الله سبحانه وتعالى مجرد رب العالمين وعبادة كمان هي يعني كل نوع تبيننا بدير عبادة اللي عبادة كونية وهي خضوع رب العالمين قل الأمر لنايو قل لي نعسيو قل لي نرفد وعبادتك ليت وعبادت كمان وتعبادت يعني شاملة تقول كله لخلق يعني أورينا يعني أوري الأسسنا منا أوري اللي ترخ منا لبوني الأدام كله قلت خاطبته وقل الأدام كله لا توجهته إن كل من في السماء إن كل من في السماوات والأرض إلا آتينا الرحمن عبدا رب العالمين بل الله يعني كلنا عبيدنا يا رب العالمين هنا أي مخلوق أي شيء رب الله أوجده من نبات لقباء من جماد لقباء من بشر لقباء من ثمرات من مخلوقات كلها لبحار ولا كل المخلوقات لها ليت رب العالمين يعني جماد لودايا نبات لودايا بشر لودايا من كل اللي يعني يوم القيامة المخلوقات لها ليت للمخلوقين وروكاهن عبدنا أنتم تقل رب العالمين فهتا شاملة تقل له مؤمن وقل له كافر وقل له إنسان لبر وقل له إنسان لفاجر إنسان بر لبو وتقوات لبو وإنسان فاجر لقبا ومؤمن لقبا وكافر لقبا حجته وقل كل تخاطبته إلا ديانات إلا ولا آيات إلا ولا سنتنا النبي صلى الله عليه وسلم والعبادات كمان عبادات اللي عبادة اللي تبنت هكذا هذه عبادة كوني عبادة خضوع تبينا عبادات اللي كمان عبادة شرعية وهتا الخضوع الأمر الله سبحانه وتعالى الشرعي وخاصة يعني ابن طاعتنا رب العالمين وكمان اتباع أنا النبي صلى الله عليه وسلم لما طيب لأسره النجيس رب لأنبينا بلا سنعات والنبي لو أدى حياقنا ولا شعر حياقنا بلا قبيل النجيس إن شاء الله وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا الله سبحانه وتعالى كم سلبيلا فإلا نوع منا أنواع العبادة لإنسان قل يعني فعل قل له علو وبحمده قل له علو وبشكر قل له علو دي برخاء لقبا دي بسدة لقبا دي بلاء لقبا دي بأي وقت ربي قلت حمد وقلت أصبره لبكاته ويعني لتوحيدها يعني
يعني معناها اورو فقط تول توحيد او امبل سبا عرب لبلو لغة تو مصدر وحد يوحد يعني اي جعل الله جعل الشيء واحدا وهذا لا يتحقق الا بنفي واثبات ونفي واثبات يعني لا اله الا الله الا نفي واثبات ونتهاجد ان شاء الله هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.